من غيرها مصر اللي عايشين من خيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايلة في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها، هنحب فين غيرها، مصر اللي عايشين من خيرها، ولا حد غيرنا في تفكيرها، شايلة في همومنا على خيرها، بلدي بصحيح كتر خيرها. السلام عليكم. يلا بينا. احمد جمال اهلا بيك معانا النهارده في فضل اليوم. ايه كنت اتخدت النهارده احمد ولا؟ طبعا. احمد ايه رايك النهارده كانت في اللجنه وتنظيم اللجنه؟ لا الموضوع العمليه الحمد لله مؤمنه والعمليه هاديه واديت صوتي الحمد لله والعمليه ماشيه الحمد لله، ربنا يعني يصلح الاحوال. بنقول لك مبروك على الكليب على الاغنيه بتاعتك بنحب مين غيرها. نحب مين غيرها، كلمنا على الكليب على الاغنيه النهارده يا احمد. طبعا هنحب مين غيرها اغنيه لمصر، هنحب مين غير مصر، واغنيه لكل المصريين. بتمنى رب الغنوه تلقى النجاح اللي احنا مستنيينه، والكليب ان شاء الله هيكون خلال ايام، واحنا بالفعل الغنوه نزلت من 3 ايام على السوشيال ميديا وعلى الاذاعات، وان شاء الله الكليب هيكون على كل القنوات المصريه. الكليب هتصوره مع حد محدد ولا لسه ما اصدرتش؟ يعني خلينا بس يعني الحاجات دي خليها دلوقتي، لكن احنا طبعا بوجه تحيه للشاعر والملحن محمد الرفاعي، المجهود اللي عامله في الغنوه، والموزع تومه، واسامه الهندي مهندس الصوت، بصراحه عاملين شغل قوي جدا، واتمنى رب الغنوه تلاقي نجاح ان شاء الله. بعد الانتخابات هيكون في استقرار، هيكون في جو مناسب للاغنيه وللتعامل في مصر؟ يعني اعتقد ان شاء الله الامور هتبقى احسن، ربنا يعني يصلح الاحوال، ربنا يوفقنا. شكرا يا احمد.